انت منه؟ انا اللي بتكبر دجاج. انت منه؟ احنا اليوم طلبة جامعة الكوفة طلعنا بتظاهرة سلمية 100% خالية من كل الأحزاب وطنية 100% ما بها أي تدخلات خارجية أو تدخلات داخلية أيضا كذلك. مستمرين بالاعتصامات ومستمرين دعما للمتظاهرين السلميين الموجودين في كل المحافظات العراقية سواء كانت من الوسط أو من الجنوب، ومستمرين لحد الآن، وأي شيء ما منعنا عن التظاهرات. صحيح ندوم وصحيح مستمرين دوام، لكن في نفس الوقت وفي نفس اللحظة مستمرين في الاعتصامات وداعمين المتظاهرين بكل مناطق، سواء كانت بغداد أو البصرة أو الجنوب أو كذلك كل المحافظات إن شاء الله، ومستمرين لحد الآن. وعلى موضوع الكابينة الوزارية، لا نقبل ولا نسمع في التسويف في مطالبنا السلمية التي خرجنا من أجلها من يوم 11 إلى الحد الآن، ونطالب الحكومة أن نشدد على هذا المطلب باختيار كابينة وزارية مستقلة عن الأحزاب السياسية الموجودة داخل السلطة ومستقلة 100%. ونرفض التدخلات الخارجية والداخلية أيضا من الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة. وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج اليوم طلاب جامعات نجف الأشرف لغضب المظاهرات والاعتصام والغضب عن الدوام، ومطالبنا هي تحديد موعد الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة الفاسدين. وأي الأحزاب الموجودة بالسلطة هي ما راح تقدر تخرب مظاهراتنا، لأن مظاهراتنا كفلها الدستور وهي حق مشروع لكل عراقي. وإحنا ما زلنا طلاب منتظرين التحقيقات في محاسبة قتلة المتظاهرين أيا كان. والله الطلاب طالعين مظاهرات حتى يستعجلون شوية النواب بإقرار نظام الانتخابات المبكر، وإن شاء الله نخلص من هاي كوبه يعني على الطلاب. والامتحانات يعني تعرف على ابواب الطلاب جاي تمتحن، بس يعني تعرف ماكو استماع يعني للطلاب ولا استماع للمتظاهرات، النواب مغلسين والشعب ما قابل على توفيق علاوي هذا رئيس الوزراء الجديد، وان شاء الله التغيير مستمر ان شاء الله والطلاب صامدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كطلاب اليوم نطالب مطالبنا الحق، يعني رئيس وزراء مو جدلي، يعني احنا كنا ما قابلين على هذا رئيس الوزراء اللي هو اختاروا الاحزاب من نفسهم بدون اراده الشعب. يعني بما ان احنا طلاب ان كلمتنا الحق بهذا اليوم، حبينا احنا نسوي مظاهرات، نسوينا اليوم وقفه راجع لكم مليونيه، راجع لكم هاليوم حتى نطالب محاكمه الفاسدين، محاكمه قتلة المتظاهرين. هاي ثوره النجف، قمع النجف راحت، صار لها يعني شباب راحت، طلاب من عندنا راحوا استشهدوا، ما شفنا اي اجراءات قانونيه بهذا الشيء، رغم انه تغريدات وغير شيء، رغم تصريحات، ما شفنا اي شيء ولا حتى لجان، ما شفنا اي شيء. محاكمه الفاسدين ومحاكمه قمع المتظاهرين الناصريه، صار قمع بكل المحافظات، بس ما شفنا اي لجنه واي جهه مسؤوله حاكمت هاي الفاسدين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طلاب جامعه الكوفه كليه الطب. طبعا هاي المظاهرات صارت اليوم هي تمهيدا للمليونيه الباكر، مو بس من النجف، طبعا طلاب اجت من الاقسام الداخليه، من الناصريه انا الحبوبه، بعد ما ظهرنا بساعه الحبوبه لمده شهرين، اليوم نريد نشارك هنا ونروح ساعه الصدرين. طبعا مطالبنا محمد توفيق علوه مرفوض من ساعه الحبوبه ومن قبل، وقبل لا نداوم وحسين مرفوضي وكم مرفوض. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجت حشود من الطلاب من جامعه الكوفه من جميع الكليات، وبالخصوصا يعني المجمع والحرم الجامعي، وأنا طالب أقسام داخلية في كلية الإدارة والاقتصاد من البصرة، جيت أشارك ويا أخوتي المتظاهرين بشعار راجعين 25، وتمديداً لصلاحيات المظاهرات ورفضاً، وبكل مكان في جميع أنحاء العراق تم رفض رئيس الوزراء الجديد توفيق علاوي. ومطالبنا نريد شعب واعي، وطن يحتضن هذا الشعب الواعي، ونريد يعني يتوفر للشاب اللي يريده، يعني طالب جامعة ما يستحصل على أبسط مستلزمات الدراسة. نريد حقوق، لحد الآن ما تحققت مطالبنا، نريد مطالبنا تتحقق. يعني هذا صوتي وصوت الطلبة كلهم، وإحنا كل أسبوع نطلع اعتصام. نريد رئيس وزراء جديد، نطالب بحكومة، تشكيل حكومة جديدة، يعني لا متى إحنا نبقى هيجي. وإن شاء الله، إن شاء الله هذا صوتي وصوت كل طالب طالع اليوم بمسيرة النجف الأشرف. وسمعونا وان شاء الله عن قريب تشوفونا قدوه المجتمع. يعني انتم ما تكيفون، اي سياسي اي انسان بالشارع يشوف الطالب او الاستاذ او الاستاذ بمرتبه عليا، الى متى احنا نبقى هيك؟ نريد مطالبنا، حققوا مطالبنا. والله طالعين من اول يوم الثوره، احنا طالعين مبدا واحد، وهو اولا اقرار رئيس الوزراء، وهو الذي قال يكون غير جدلي، هاي اولا. ثانيا تكون انتخابات مبكرة، هذا مبدأنا وهذه ثورتنا وهذه غايتنا، وخاصة اليوم طلاب بجهودهم، وكل أسبوع أو كل أحد احنا عندنا أو اثنين عندنا هنا مظاهرات نطلع لكي نجدد هذه الثورة أولا. ثانيا رسالتي للسياسيين والأحزاب بأنهم كافي مماطلة، كافي تسويف بالوقت، احنا غايتنا معروفة ومطالبنا معروفة، ما يصير بعد كل يوم ثاني يوم بأنهم يردون حجج ويردون شيء على المواطن، وأن المواطن هو مبدأ واحد عنده، وهو مبدأ عن إقرار الانتخابات المبكرة ويكون رئيس وزراء غير جدلي، هذا مبدأنا الواحد ولا غيره. هاي الأحزاب انعرفت وانكشفت وسمونا ما سمونا أسامي، بحيث يعني يردون يسقطون سمعة المتظاهرين، وإحنا سمعتنا معروفة ذيك، غايتنا غاية وطن، وغاية هو إظهار الاحترامات بين المواطنين، وإظهار المحبة بيناتنا. غايتنا هي أولاً احترام الجنسية واحترام الجواز العراقي، مو بس بالعراقنا، لا كل الدول، إحنا كنا محترمين. هاي وحدة. وحدة ثانيتنا كافي أحزاب، كافي بوق باسم الإسلام بقتل العراق، باسم الإسلام انتخبناك، وكان 16 سنة أو 17 سنة تمصون دم العراقي، إلى متى؟ فهذا العراق انتفض بشبابه، صارنا تقريبا راح يصير 5 أشهر احنا ماكو لحد الان مستمرين، والله الا تحقيق المطالب، الا تحقيق المطالب ان نرجع لبيوتنا، اخر خيمه ترجع لبيتنا، هذا ما طمنوا اي واحد سالناه هو نفس هذا الكلام اللي قاعد اقوله. هاي رسالتي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، باسم طلاب جامعه الكوفه وباسم الحضور جميعا، يعني الهدف الوحيد طالعين هو اختيار الوطن او قانون انتخابات. أهم أمر اليوم لطلبة ومطالبة طلبة جامعة الكوفة هو قانون انتخابات
واختيار وطن، وطن لجميع الطلبة. يعني أكو من يقول إنه الخيم أو طلاب ترجع، هاي مستحيلا، يستحيل، هاي جموع وهاي طلاب، وإحنا كطلبة جامعة الكوفة رجوع مستحيل. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تأمر خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا أبناء محافظة ذي قار، وقد تضامننا مع أخواننا المتظاهرين من أبناء محافظة النجف العزيزة، وهذه المظاهرات وهذه الوفود المليونية التي تطالب بوطن حر وبنفذ الخلاف السياسي، ونطالب بحكومة جديدة وغير حزبية وغير انتمائية لأي جهة كانت، ولا ننتمي لأي جهة، ولا ننتمي لدول الجوار. إننا أبناء محافظة ذي قار، إننا أبناء محافظة ذي قار، وانتمائنا مع أخواننا في ساحة تظاهر محافظة النجف الأشرف. باسمي وباسم أساتذة وطلبة جامعة الكوفة كلية الزراعة، خرجنا منذ يوم 25 أكتوبر وإلى الآن مستمرين بالاعتصامات السلمية الحضارية من أجل مطالب معروفة لدى الجميع، وهي أولاً رئيس وزراء غير جدلي، وإقرار قانون انتخابات عادل يكفل لجميع الحقوق، وإقرار قانون مفوضية عادل أيضاً، وبالإضافة إلى المطالب البقية التي خرجنا من أجلها، ولازلنا مستمرين إن شاء الله لحين تحقيق كافة المطالب التي خرجنا من أجلها. الرحمن الرحيم. أنا أعرف عن نفسي زيد فنان، ودا أعبر عن من خلال لوحاتي والفن اللي عندي، والحمد لله والشكر إنه دا أوصف الحالة اللي بيها العراق، ودا أوصل رسالة كلش عميقة وإن شاء الله توصل من خلال قناتكم. أنا رسمت هاي اللوحة اللي هي اللي تعبر عن عبارة عن
التوك توك اللي هو رمز، أصبح رمز للتظاهرة، وعبارة عن المطعم التركي اللي هو جبل أحد العراق اللي هو أصبح البؤرة الأساسية في هذه التظاهرات. والعلم العراقي أكيد اللي هو تاج على رؤوسنا، هنا أنا مخليه بهذه اللوحة. وأنا أشكر قناتكم هالمفضلة على دعمها للرسامين بصورة خاصة ولكل التظاهرات بصورة عامة. شكرا جزيلا. جاي نطالب حقوقنا اللي هي نريد وطننا والشغلة، وثاني شغلة ما نريد الأحزاب، واللي يقول نتراجع ما نتراجع، باقين ومستمرين لحد ما تنفيذ المطالب، وإن شاء الله باقين ومستمرين لحين تنفيذ المطالب، وما نريد أي سياسي يتدخل بينا، هاي هو الشغلة، وما نريد مرشح من الأحزاب، التوفيق على الله ما نريده، وإن شاء الله باقين ومستمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم المسيرة مسيرة عظيمة لطلاب النجف، مسيرة موحدة لثمان جامعات طلعت بمطالب، مجموعة من المطالب أهمها انتخابات المبكرة والمفوضية، بالإضافة إلى رفضهم القاطع لمحمد توفيق علاوي. صراحة هو مرشح من الأحزاب ومن الشعب، بس بعض الجهات طلعت وقالت أنه هو مرشح من الشعب. احنا اليوم طالعين نستنكر هذا الشيء، ونطالب بدم الشهداء اللي سقطوا، اللي هم 800 أو أكثر بساي ساعة التظاهرات من يوم 25 لليوم، وإن شاء الله يطلع دمهم وتطلع حوبتهم بعون الله. يعني هاي الطلاب وهاي الروح الموجودة روح عظيمة، كل واحد بيهم هو صفاء السراي، صراحة كل واحد بيهم هو بطل. إن شاء الله مستمرين لحد ما نحقق كل المطالب وتنزاح كل الأحزاب الموجودة بالسلطة. نتمنى هاي التظاهرات بعون الله أنه ننتصر ونكتسح هاي الأحزاب ونوصل للي نريده بعون الله. هاي كلها في سبيل الإسراع بتعجيل الانتخابات، ونريد حاكم من اختيار الشعب. اياد علاوي مرفوض بامر الشعب. اياد علاوي مرفوض، لان هو مجرد انه صعد عن طريق الاحزاب مو عن طريقنا احنا. فلذلك احنا هسه طلعنا في سبيل نقول انه احنا نريد رئيس من اختيارنا. احنا يعني عامه الشعب كله. طبعا احنا شيء اكيد هاي ساحات الاعتصام ما راح ننهيها، وراح نبقى ان شاء الله متواجدين لحد تحقيق المطالب، ولحد اخر خيمه راح تتواجد هنا في ساحات الاعتصام. ما راح ننهي هذا الاعتصام نهائيا الى ان تحقيق المطالب. احنا اليوم طالعين مظاهره حتى ناكد على سلميه مظاهراتنا، واضافه الى مسانده اخواننا المتظاهرين في تلبيه المطالب المشروعه. ثانياً إحنا عندنا الأحزاب السياسية تحاول فض هاي الاعتصامات، لكن إحنا نريد نقول لهم إنه إحنا باقين الآخر خيمة بالساحة. خرجت اليوم الآلاف من الحشود الطلابية من أمام جامعة الكوفة إلى ساحة اعتصامات النجف الأشرف، مطالبة بالانتخابات المبكرة وتأييداً إلى مطالب الساحة التي تؤيد جميع مطالب المتظاهرين، ومن ضمنها مطالب المتظاهرين السلميين. مطالبنا واضحة جداً للعامة، هي مطالب شعب، مطالب شعب يريد يعيش بكرامة، يعيش بحياة. المطالب واضحة إن شاء الله للجميع. إحنا ردنا يعني كطلاب عليهم إنه إحنا لما رجعنا نداوم حتى نثبت لهم إنه إحنا مستمرين. بعضنا لما يرجع من الدوام مباشرة يرجع للخيمة، وأنا واحد من هاي الطلاب، من هاي الفئة، إنه لما ينتهي الدوام نرجع مباشرة ونقعد بالخيمة ومستمرين وقاعد ننسق بين الدوام والتظاهر. فهي هاي يعني اقوى رساله نوجهها لذول يردون يفضون الاعتصامات والتظاهرات، انه احنا الطلاب قاعد نداوم وقاعد نتظاهر ومستمرين ان شاء الله. مطالب كثيره جدا، لكن هي صارت ثلاث مطالب. اولا محاسبه قتله المتظاهرين، قتله الشهداء. ثانيا انتخابات مبكره. وثالثا بعد الانتخابات المبكره هي حكومه مستقلة تماماً، اللي هي راح تتشكل من الشعب من خلال الانتخاب الفردي. اليوم كأبناء النجف الأشرف وكطلاب جامعة الكوفة مستمرين باعتصامنا وبالمسيرات اللي ما نتردد عنها إلى حتى تتحقق مطالبنا وتتحاسب كل المجرمين اللي قتلوا شبابنا وقتلوا ثوارنا. يعني إلى متى نبقى إحنا نخوض الحروب؟ يعني حكومتنا إلى متى تردون تبقون يعني تشبعون بدماء الشهداء؟ مرتاحين أنتوا على هاي الوضعية؟ من اللي يقبل من عندكم انه تنفجع امه او اخته او عائلته بابنها؟ يعني الى متى نبقى احنا بهذا الحال؟ فنطالب حكومتنا بمحاسبه كل شخص الى يد بقتل شبابنا،
وما نريد احنا اكثر، نريد امن وامان تحقيق يعني ابسط الحقوق للمتظاهرين. Thank you.
ثمانين ثمانين. Thank you.